مرحبا أحبائي الأطفال، مرحبا أعزائي الأهالي الكرام. أنا اسمي ميس، أعمل لدائرة ليون. اليوم سنقوم بقراءة قصة جديدة وهي بعنوان من فضلك وشكرا لك. هذه هي القصة. من قام بكتابة هذه القصة؟ جيليان هاركر. ومن قام برسم رسوم داخل هذه القصة؟ ريتشارد أونيل. هيا نستمع لهذه القصة مع بعضنا البعض مرة أخرى. عنوان هذه القصة من فضلك وشكرا لك. عندما تريد الانضمام إلى الأصدقاء، ماذا عليك؟ ماذا تقول؟ هل تبكي وتصرخ أريد أن ألعب أريد أن ألعب؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيحا، وليس مهذبا أن تفعل هكذا. ليست هناك حاجة لنكون وقحين، فالشيء الصحيح الذي يجب علينا فعله هو أن نقول أولا من فضلك، ومن ثم نقول شكرا لك. انظروا إلى هذه الصورة، هنا الأطفال فرحين يلعبون مع بعضهم البعض ويغنون هيا نذهب حول شجيرة التوت. إذا كان الجو حارا وكنت عطشانا جدا وتريد بعض البوظة أو الآيس كريم، فهل الشيء الصحيح الذي عليك أن تفعله أن تصرخ وتقول أريد آيس كريم أريد بوظة؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيحا، وليس مهذبا أن تفعل كذلك. فليس هناك حاجة لتكون وقحا، أليس كذلك؟ إليك الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله، وهو أن تقول أولا من فضلك، ومن ثم تقول شكرا لك. يم يم، إنهم يأكلون البوظة. إذا أردت بعض المساعدة على قيادة الدراجة الهوائية، هل تقول ادفع أكثر ادفع بشكل قوي، إنك لا تفعل صحيح، إنك تقوم بشكل خاطئ أو تفعلها بشكل خاطئ؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيحا، إنه ليس مهذبا أن نقول كذلك. ليس هناك حاجة أن نكون وقحين، فإليك الشيء الصحيح الذي يجب فعله، وهو أن تقول أولا من فضلك، ومن ثم تقول شكرا لك. برم برم. الآن يقودون الدراجة الهوائية وهم فرحين. إذا كنت تملك الطائرة الورقية وعلقت هذه الطائرة الورقية في الشجرة، هل تقول أنا لا أستطيع أن أصل لهذه أو أحصل على هذه الطائرة الورقية، إنها مرتفعة جدا بالنسبة لي؟ ماذا عليك أن تفعل؟ إنه ليس صحيحا أن تقول كذلك، إنه ليس مهذبا. ليس هناك حاجة لأن نكون وقحين، فإليك الشيء الصحيح الذي يجب عليه فعله، أن تقول من فضلك وشكرا لك. هذه هي الطريقة الصحيحة. إذا كنت أنت تريد أن تكون جيدا ولديك أصدقاء كثيرين، تذكر سلوكك وأخلاقك هي أفضل طريقة لتكوين الأصدقاء. فليست هناك حاجة لنكون وقحين، فأنت تعرف ماذا تفعل. ماذا عليك أن تفعل؟ أول شيء يجب أن تقول من فضلك، ثم تقول شكرا لك. الآن سأطرح عليكم بعض الأسئلة. عندما تريد الانضمام إلى الأصدقاء، ماذا عليك أن تقول؟ هل قلت من فضلك؟ هذا صحيح. أو عندما تريد أن تحصل على البوظة، ماذا عليك أن تقول؟ إذا حصلت على البوظة، أن تقول شكرا لك، هذا صحيح. وعندما تريد بعض المساعدة،
ماذا عليك أن تقول؟ هل قلت من فضلك؟ هذا صحيح. وعندما تحصل على المساعدة، ماذا عليك أن تقول بعد أن تحصل على المساعدة؟ هل قلت شكرا لك؟ هذا صحيح. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم هذه القصة أعزائي الأهالي الكرام، حيث أن هناك بعض النصائح يمكن أن نقدمها لأطفالنا، وهو مثلا السلوك المهذب النموذجي. نموذجة السلوك المهذب هي واحدة من أفضل الطرق التي يمكن للأطفال من خلالها تعلم ما يجب القيام به في المواقف المختلفة، حيث ينظر الأطفال إلى الكبار لما هو مقبول في هذا العالم. لذا فإن نموذجة السلوك المهذب معهم ومع الآخرين الذين تتواصل معهم يقطع صوتا طويلا. ثانيا، لعب الأدوار مع الأطفال. إذا كنت على وشك الدخول في موقف تشعر فيه بالخوف من أن طفلك قد يستجيب بطريقة وقحة أو بطريقة أخرى، فحاول لعب الأدوار قبل الحدث لمنح طفلك بعض التدريب على أن يكون مهذبا مسبقا. على سبيل المثال، فقبل حفلة عيد الميلاد حيث قد يتلقى طفلك بعض الهدايا، تظاهر بأنه يقدم لك هدية وأظهر له كيفية الرد بالامتنان بقولك شكرا، إنها قد نالت إعجابي. وكذلك ثالثا، قراءة كتب مصورة لهم عن الآداب والسلوك، فإن أحدى أفضل الطرق لتعليم الأطفال كيفية التصرف هي من خلال قراءة كتب الأطفال عن أخلاقهم وسلوكهم، حيث تساعد قراءة القصص الأطفال على فهم المفاهيم والمواضيع التي لن يحصلوا عليها إلا من خلال الشخصيات والأمثلة والعواقب الموضحة في القصص كمعلمين ممتازين. من المهم البدء في تعليم السلوك الجيد في وقت مبكر حتى تصبح كعادة لديهم في الحياة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها المساعدة على جعلها ممتعة. فمثلا، قد تحاول أن تجد وقتا هادئا لإلقاء النظر على هذه القصة أو الاستماع إليها وتشجيع طفلك على الانضمام إليها. أيضا بعد كل سؤال الحديث عن ما قد تقوله أو تفعله. ممكن أن تسأل طفلك هذا السؤال، واسأل طفلك عن الاقتراحات، حيث أن الانضمام لهذه القصص نوع من القصص أو الاستماع إليها قد يساعدهم على التعلم. أيضا على مدار اليوم، كافئ السلوك الجيد والسلوك الحسن لدى طفلك بالكثير من الثناءات والملصقات الملونة. أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم، وإلى اللقاء.